كثير من الاشخاص اليوم بنشوفهم اذا بنحكي لهم اي مشكله بيقول لك حل مشكلتك عندي، فهدول الاشخاص الا ما يكونوا منمين هي المهاره الحيويه من هنن واطفال، وفي مين مساعدهم حتى على تنميتها وتطوير هي المهاره عندهم. صحيح عفاف، رح نحكي اليوم عن تعليم الأطفال لحل المشكلات وإكسابهم هي المهارات من سن مبكرة. كتير أهل بيتمنوا أنه أطفالهم يكون عندهم قدرة ويتطوروا بمجال معرفتهم للمشكلات اللي ممكن تكون صغيرة ولكن هي بالنسبة لهم هي مشكلات جذرية وكبيرة. كيف ممكن يتعلموا هذا الشيء؟ شو أبرز المهارات؟ وطبعا كل هاي التفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا بالاستوديو، طبعا هي مدربة في الحساب الذهني وأيضا مدربة مهارات الأطفال الاختصاصية عفراء الصالح. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك عفراء. يسعد صباحكم. صباح الخير عفراء. صباح النور. اول شيء رواه، يعني اليوم ما في مشاكل؟ لا، بدايه نهارك ما في مشاكل، بدايه كثير حلوه ومرتبه يعني. تمام ان شاء الله على طول. خلينا اليوم هيك نتعرف على المفهوم الاساسي اليوم لحل المشكلات، شو هو بيكون؟ هو بيعتبر مفهوم حل المشكلات هو جوهرة لتنمية قدرة الطفل الشخصية والعقلية. كمان هيك فينا نعرف عنه ببساطة أكثر، إنه هو تحديد المشكلة، حل هاي المشكلة، اختيار الحلول الفعالة أكثر. نحن بنلاحظ إنه الأطفال بالعمر بمرحلة الطفولة المبكرة سهل إنه نحن نعطيه حلول أو نساعده، بالوقت نفسه اللي بيكون صعب كتير على البالغين بنساعدهم ليطوروا هي المهارة، بحكم بالمرحلة الأولى من حياة الطفل بتكون عن طريق التعلم أكثر. طيب خلينا نحكي شوي فوائد تعزيز مهارة حل المشكلات عند الأطفال، كيف ممكن تنعكس على قدرتهم طبعا العقلية وعلى حياتهم اليومية، كيف بتنعكس هذا الشيء؟ أول شيء أكيد عن طريق تعزيز هي الثقة عند الطفل، نتركه يجرب يحاول يحل مشاكله، حتى هو بنلاحظ أنه هذا الطفل قادر على أنه يواجه أي مشكلة بيقدر عليها حتى لو خبص شوي يعني. دائما عنده مثابرة، استمتاع، حتى قدران انه يواجه يتحدى هي المخاطر بسلاسة، حتى بتحميه من المخاطر. ايضا قادر انه يتقبل هي الاخطاء او الخسائر اللي هي طبعا بدها تعطيه دروس مع الايام. هذا الشيء كثير مهم عند الطفل، بعكس الطفل اللي مو متعلم او مو خاضع لهدول المهارات بحل المشكلات، بنلاقيه هو اكثر، غالبا بيكون هو اكثر معرض للمخاطر. طيب في كثير اطفال بتلاقيهم بالفطره بيلاقوا عندهم سرعه بديهه، ممكن يحلوا اي مشكله هيك بسيطه ممكن تواجههم بدون ما يكون في حدا فوق راسهم او عم يدربهم، صحيح هذا الحكي انه ممكن الطفل يعتمد على حاله من هي الناحيه بدون تدريب، ولا لازم نحن نستنى لسن معين لحتى نقدر نحن نكسبه هي المهاره بحرفيه اكثر؟ هلا بمرحله الاولى من حياته اكيد بخزن معلومات وهي بمساعده الاهل، بيكون الطفل عم بخزن معلومات، بس بمرحله 6 سنين هون بيكون اكثر استيعاب واكثر تفاعل، بصير بهي المرحله قادر للتعلم، للكتابه، لحل المشكلات لحاله او حتى حل عمليات حسابيه. بس كمان ما بتتوقف القصه عند هون يعني بس على الكتابه وعلى القراءه، بل يجب على الطفل اكتساب هي الخبره بالتفكير والحل مشكلاته لحاله باعتماده على ذاته. أكيد. طيب يعني عفاف، نحن عم نحكي عن الطفل بأعمار صغيرة، وبهذا الوقت لحتى الطفل يكتسب المهارة أحد السبل الرئيسية هي المنزل والوالدين. تمام. خلينا نبلش نحكي عن دورهم بشكل أوسع بمساعدة الطفل باكتساب المهارات. هلا هو السبل الأساسية والطرق اللي فينا نحكي عنها هي أول شيء نترك الطفل يجرب ويخطأ. لما ببلش يجرب ويخطأ بصير هو لحاله بيلاقي حلول له المشاكل اللي جايه يعني اللي بيتعرض لها بشكل عام. الشيء الثاني طريق الالعاب، يعني الطفل الاهل يمشوا بموضوع الالعاب مثل لعبه المتاهه، يرسم الطفل متاهه بالطباشير، هي عن عده ممرات، ممر مفتوح، 2 مسكرين مثلا، لازم يعرف شو هو الطريق الصح ليوصل للطريق المفتوح.
العاب الطاوله، لعبه الغميضه مثلا، هي الالعاب تبع اللي بيحبوها الاطفال دائما بيستخدموها او بيلعبوها. فعن طريق هدول الالعاب بنقدر كمان نحن نساعد الطفل لحتى يقدر يعتمد على حاله وما بقى يجرب هيك يكون شخص ضعيف او يتعرض لهي المشاكل او يلاقي ازمه كبيره بحياته. فالاهل لهم دور كثير كبير بتنميه بيئه، بوجود بيئه محيطه جيده لهدول الاطفال. طيب خلينا هلا كمان نعرف شو هي الخطوات الصحيحه، يعني ممكن يكون في اهل يتبعوا خطوات خاطئه او تفوت الامور ببعضها، او انه نحن خلص نحن بدنا ندرب هذا الطفل، او ممكن حتى ما يلجأوا لهذا الموضوع نهائيا او ما يهتموا بهي الناحيه. قد اليوم ضروري انه هذا الطفل يتدرب من قبل مختصين لحتى يطور هي المهاره عنده؟ كثير. اول شيء بالفتره العمريه من حياته الاولى عند الاهل هو الانصات، نترك الطفل يحكي على راحته، نحن نساعده ليوصل للفكره اللي حابب هو يعبر عنها، نعرفه على البيئه المحيطه. بالنسبه للمختصين هي بمساعده الاهل، يعني بفتره معينه بعد ما بتأمن الأهل بيئة محيطة جيدة أو بيئة تعليمية مدروسة مبنية على أساس وقواعد، فبتكون بمشاركة المختصين اللي هن رح يكتشفوا مع الأيام ويساعدوا الأهل لحتى نشوف مواهب أطفالنا وميولهم. حتى أطفال اللي عندهم صعوبات تعلم أو فرط نشاط زايد، يعني بلشوا كمان عن طريق هدول المختصين يدلونا على طرق لحتى نتخطى هي المشكلة أو هي المرحلة يعني. أكيد. طيب كمان خلينا نحكي عن دورهم بتمييز شو الطفل ممكن ينجح أكثر. كثير أهل بيكونوا شايفين أو راسمين مستقبل لأطفالهم مسبقا، يعني أنه أنا بدي يمارس هاي الهوايات، بدي يدخل هذا الشيء لحتى يصير مثلا بالمستقبل هيك، بينما الطفل ممكن يكون ما له ناجح بهي المهارة أو ما قدر بهي الهواية إن هو يبرز بشيء تاني. قديه مهم التواصل أيضا بين الأهل وبين الاختصاصيين لحتى تكمل مسار الدائرة اللي هي دائرة الوصول لمهارة جيدة عند الطفل. كتير لازم يكون هذا، طبعا هي إلى أهمية كتير كبيرة بالتواصل. المختص قادر أنه يميز هذا الطفل شو عنده مهارات ويحدد تماما شو عنده، قصص هيك نضوي عليها أنه هذا الطفل بارع بهي القصة، فنحن بننمي هذا الموضوع عنده. هذا كتير شيء مهم. حتى الأهل أوقات بيكونوا مو عارفين أنه هذا الطفل عنده شيء مشكلة معينة بقصة ما، بعد أكثر معني الله أنا ابني ليش هيك ابني ليش هيك، فبيتفاجأ أنه هو بالمدرسة أو بالروضة اللي هو فيها ابنك عنده ضعف هون، فنحن بنشتغل بنحط قواعد بنحدد المشكلة بنحللها بنحط أهداف بنمشي بنبتكر حلول لحتى نوصل لحل هي المشكلة مهما كانت يعني بأي مجال. خلينا طيب نحكي شوي عن الأطفال المبدعين من ناحية معينة بالحياة، إن كان بالحساب الذهني أو أي إبداع تاني، ولكن مهارة حل المشكلات عندهم شبه معدومة تمام، والأهل ممكن هون ما يركزوا على هاي النقطة أنه خلص نحن عم نميز ابننا بهذا الموضوع هو مبدع هون، فما مهم أبدا أنه يكون شاطر بحل أي مشكلة ممكن تواجهه، ممكن يهملوا هذا الموضوع، ممكن حتى الطفل يكبر وكذا ما يعرف يواجه أي مشكلة عنده، بس هو مبدع من ناحية. لازم يطوروا هاي القصة بحل المشكلات عن طريق نطرح على هذا الطفل مشكلة افتراضية صغيرة طبعا بتناسب عمره، ونقول له عطيني أفكار حللي هاي القصة، إذا صار معي هيك شو ممكن يصير، ومنبلش نحن نزيد هاي المشكلة بتصير أكثر تعقيد ونصير نعقد هاي المشكلة. طبعا كلها قصص افتراضية لحتى نحن نتجاوز هاي المرحلة ويصير هذا الطفل ينظر للأمور بنظرة تانية من جميع الزوايا فينا نقول لحتى يبلش أو يعرف من وين يبلش. طيب شو الأخطاء اللي بيرتكبوها أحياناً الأهل مع أطفالهم أثناء ما يكون الطفل عم يتدرب ليكتسب مهارة معينة بالحياة، وهذا الشيء ممكن يأثر سلبياً على هالشيء؟ بعض الأطفال بعض الأهالي ملولين، يعني ما بيكونوا ما لهم جلد تماماً أو يلتزموا بوقت معين، في عندي شغلات تانية، فهو الصبر أهم شيء، الصبر الالتزام دائماً، تشجيع هذا الموضوع في المكافأة، يعني نتبع أسلوب الأشياء اللي بيحبها هذا الطفل. كل أهل يعني بيعرفوا الشيء اللي ابني مثلاً، أنا ابني بهي القصة بينجح أكثر، فأنا بمشي على هذا الأساس، ودائماً التشجيع
يعني ما يكون في ملل، دائما في صبر على هيك قصص، نتابع معه يعني دائما ملتزمين معه حتى يصير او نحن نتاكد انه هو وصل لمرحله قادر انه يعتمد على حاله بحل هالمشكلات. طيب اليوم بنشوف اشخاص كبار عندهم هاي المهاره بطريقه احترافيه وبدون تدريب من حدا، ما حدا لا دربهم، ويمكن من زمان اكيد الاهل ما راح كثير يلتفتوا على هذا الموضوع انه ندرب مهاره الطفل عنا لحل مشكلاته. في اشخاص كبار هلا تلاقيهم بارعين بحل المشكلات، اي مشكله بتصير معهم بالحياه. شي لك عن الخبرة شوي والتجارب، ممكن من طفولته هو يكون عم يواجه هاي المشكلات ومتكل على حاله، يعني صح كمان نحن من ناحية تانية نترك الطفل يعتمد على حاله ويحل مشكلاته؟ أكيد هلأ في بترجع باللا شعور الأهل بيكون عندهم البيئة اللي هو موجود فيها الطفل ممتازة باللا شعور، يعني إنهم مهتمين بتفاصيله بتطويره بنموه، فهو بيكون شخص قادر يحل مشكلته هو مرتاح. يعني أنت بتلاحظي في أشخاص عادي عندهم اي مشكله تصير فورا قوانين وبيحط ورقه وقلم بيحدد بيحل كثير هدول الاشخاص، بس هي من الاساس بيكون في بيئه محيطه نظيفه من الاساس بالاهتمام وبالتطوير، يعني من الاهل بترجع للبيئه اللي هو موجود فيها. صحيح. بالختام بدنا نتشكرك، شكرا لوجودك معنا، وبنتمنى اكيد للكل انه يكون عندهم اطفال عندهم مهارات ويكتسبوها وقدر المستطاع. بنعرف ظروف الحياه الصعبه احيانا الاهل ما بيكونوا قادرين يواكبوا اطفالهم أكيد. بكل الاوقات، ومع هيك بنتمنى للكل انه يكون قادر يقدم قدر المستطاع. شكرا لك. شكرا لك عفراء وعلى كل النصائح اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لك، نهار سعيد لك.